راح احكي كل شيء وراح اعطيكم مجال بالاخر للاسئله. اول شيء اسمحوا لي بالبدايه اشكر النواب الموقعين على هذا الطعن يلي هن نواب كتله حزب الكتائب، النائب الي ماروني، النائب نديم جميل، النائب سامر سعادي، النائب فادي الهبر، كما كل يلي شاركونا بهيدا الطعن يلي هن اولا النائب الي عون، النائب دوري شمعون، النائب جيلبرت زوين، النائب يوسف خليل، ونسينا حدا، وسيرج الصديق العزيز النائب سيرج تور ساركيسيون، وانا بصيروا عشرة. بدي اشكر كمان الاستاذه لارا سعادي يلي بالوقت يلي نحن كنا عم نخوض هالمعركة الانتخابية كانت عم بتصيغ هيدا الطعن يلي بالنسبة لنا هو طعن تاريخي بلبنان، وراح اشرح لي. اول شيء تنحكي عن المخالفات اللي موجودة بقانون الموازنة يلي هي مخالفات عديدة. اولا بدنا نبلش بمخالفة الفقرات من مقدمة الدستور والمواد 81 و 82، سوري، مخالفة فقرات من مقدمة الدستور والمادة 83 فيما يتعلق بالمادة 49 من الموازنة يلي بالنسبة لنا هي تشريع لإقامة الأجانب واللاجئين السوريين بشكل خاص بشكل غير محدد في الزمن، مما يشكل تعدي على مصلحة لبنان العليا. اثنين، مخالفة المادة 87 متعلقة بقطع الحساب يلي هي وهي أيضا مخالفة لفصل السلطات وتوازنها عبر منع مجلس النواب من ممارسة صلاحياته الرقابية والمالية، والفقرة هي من مقدمة الدستور والمواد 81 و 82. مخالفة المهلة الدستورية المنصوص عنها بالمادة 32 و 83، مخالفة سنوية الموازنة وبالتالي المادة 83، مخالفة وحدة الموازنة وبالتالي المادة 83، ومخالفة شمولية الموازنة وبالتالي المادة 83. نحن بالنسبة لنا الهدف من هذا الطعن هو وقف الخطأ الكبير يلي ارتكب بحق البلد بالمادة 49 أولا، وأيضا إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح على الصعيد المالي بلبنان، لأنه نحن بنعتبر أنه هيدي الموازنة هدفها أو هذا الطعن هدفه وقف التعدي على مالية الدولة والحفاظ على مال الناس والانتظام المالي بالبلد يلي تم انتهاكه بهيدي الموازنة يلي أقرت. هيدي أول مرة المجلس الدستوري من أول ما تأسس عنده فرصة كرمالتها ينظر بموازنة عامة يوضع الأصول الصحيحة ويحط ضوابط لها. نتمنى من المجلس الدستوري يلعب دوره بالكامل بهذا الموضوع ويحط الأمور بنصابها الصحيح لمنع هيك طرق بالممارسة بموضوع الموازنة بالمستقبل. أول مرة وقت جينا بدنا نطعن بالموازنة آخر وحدة 2017 صار في ضغط على النواب لمنعهم من التوقيع، مع العلم أنه في جزء كبير من النواب أعلنوا خلال جلسات مجلس النواب أنه الموازنة الماضية كانت مخالفة للدستور بغياب قاطع الحساب، إنما جربوا يهربوا من الطعن. هالمرة سيبرنا وكملنا وتمكننا أنه نطعن ونلاقي العشر تواقيع، وبالتالي اليوم نعتبر أنه المجلس الدستور عنده فرصة كرمالتا يعيد الانتظام المالي العام ويرجع يحط الأسس الدستورية المطلوبة لحماية الناس من أي تجاوزات مالية ولإعطاء الدور للمجلس النيابي كرمالتا يقدر يراقب، وأيضا الدور لديوان المحاسبة يلي شغلته أنه ينظر بقطع الحساب ويدقق بقطع الحساب أنه يقوم بدوره. نحن بالطريقة اللي تم فيها إقرار الموازنة هيدي المرة ضربنا دور مجلس النيابي الرقابة عبر الاطلاع على قطع الحساب، وضربنا دور ديوان المحاسبة الرقابة عندما نمنعه أنه يدقق بقطع الحساب قبل إقرار الموازنة. نحن بنعتبر أنه هيدي اليوم فرصة تاريخية
نحن عم نقوم بدورنا كنواب لآخر لحظة من ولايتنا، وفي كتير مخالفات كبيرة صايرة. عنده اليوم مجلس دستوري فرصة أنه يصحح هذا الشيء. نحن من آمن بالمؤسسات الدستورية، من آمن بأنه المواجهة لازم تصير هون، لازم تصير مجلس نواب، مجلس دستوري، وعلى المجلس الدستوري هو ينظر بهيدا الطعن بشكل موضوعي ويقول إذا نحن معنا حق أو السلطة معها حق. طلب رئيس جمهوري إعادة النظر بالمادة 49. النائب إبراهيم كنعان اعتبر أنه صار في تعديل بالصياغة. تعديل الصياغة ما بيغير شيء بالمضمون، وشفناها بالجريدة الرسمية، بعده المضمون ذاته. عم نربط إقامة اللاجئين السوريين بملكية الشقة يلي ممكن تكون دائمة، ما في شيء بيقول أنه هالشقة رح ترجع تنباع، وبالتالي إذا كانت ملكية هالشقة دائمة رح تكون الإقامة أيضا دائمة، وبالتالي نحن عم نثبت وعم نشرع بقاء اللاجئين السوريين بلبنان إلى مدى غير منظور. وكل كلام عن عودتهم إلى بلادهم بمرحلة تانية رح يكون كلام فارغ من مضمونه، وبالتالي نحن بنعتبر أنه إضافة إلى المادة 49 في كتير مخالفات كتير كبيرة بهذا النص. إن شاء الله أنه نكون نحن بالعمل اللي قمنا فيه عم نساهم بإعادة العمل التشريعي، بالأخص بما يتعلق بالموازن، إقرار الموازنات العامة إلى السكة الصحيحة بالمجلس النيابي، للمجلس النيابي الجاي ينطلق من صفحة بيضاء ويلتزم بكل بنود الدستور ويلتزم بكل متطلبات إدارة الدولة بطريقة صحيحة. يقال أيضا كمان من خلال تقديمكم مراجعة الطعن، إيمانكم بالمجلس الدستوري تجلى كمان هالمرة بعد ما تقدمكم بمراجعة الطعن بالضرائب من قبل. قديه بتنطروا من المجلس الدستوري إنه يرد الحق مرة الماضية؟ شو بترد على اللي اتهموا الكتائب إنه لعمل انتخابي طعم بهيدي المادة، وخصوصا انه معكم رأس حربة رئيس الكنيسة المارونية البطريرك؟ يعني نحن اليوم عم نقوم بدورنا، وقت طعنا اول مرة ما كان في انتخابات، وهلأ عم نطعن لانه هيدا منا الا تكملة للعمل اللي بلشنا فيه من اول نهار بمراقبة ومحاسبة السلطة على ادائها. مرة الماضية منعنا من ذلك بالضغط على النواب يلي ما لقينا 10 تواقيع، وهالمرة كمان تعذبنا تنلاقي 10 تواقيع. إن شاء الله أنه بالانتخابات الجاية يلي بدها تصير بعد أسبوعين الناس تقدر توصل نواب متحررين وقادرين يشتغلوا لمصلحة لبنان ولمصلحة الناس من دون ولا أي حسابات انتخابية أو سياسية أو غيره. طيب اليوم كمان قال لأنه رئيس الجمهورية طلب من المجلس النيابي بالنظر بالمادة 49، ما دفع البعض إلى وصف ما يقوم فيه الكتائب بالمسرحية، خصوصا وأنه قالوا ما في داعي لإله طالما رئيس الجمهورية ميشيل عون طلب من المجلس النيابي بالنظر في المادة 49. أول شيء هيدي رسالة بعد ما أرسلت على المجلس النيابي. أولا هيدا البند أقر وأصبح سير المفعول، ونحن علينا نوقفه بأسرع وقت، وإذا في من تعديل خلي يحصل تعديل بمرحلة لاحقة. نحن بنكون وقفنا الضرر من اليوم. وتاني شيء نحن منا متوقف القصة على المادة 49. مجموعة المخالفات يلي ذكرناها كتير كبيرة وبتتخطى المادة 49 وإلى علاقة بانتظام المالية العامة، وأنا بتمنى من كل الأعلام الاقتصادي ومن كل الأعلاميين والصحفيين يلي يدققوا بهالطعن يلي قدمناه ويعطوا رأيهم الموضوعي فيه، ورح يشوفوا انه منا القصة متوقفة على المادة 49. مجموعة المخالفات كتير 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 كبيرة. يعني مش ضد نظام، يعني اقتصاديا مثل ما بتعمل دول المجاورة، يعني وقت تتملك شقة فيك يكون عندك إقامة، ولكن انت مع ضد النظام داخل هالمادة او شو؟ وضح لنا هالفكرة. اول شيء المادة ما فيها تكون بقلب الموازنة. هذه المادة بتخالف سنوية الموازنة وبتخالف شمولية الموازنة. هذه المادة أدخلت، هذا تعديل لقانون لازم يتقدم من خارج الموازنة، إضافة إلى أنه نحن مقتنعين أنه هذه المادة تأذي لبنان على المدى الطويل، بالأخص أنه هالدول اللي عم تحكي عنها ما في على أرضها 1.5 مليون لاجئ
عم بيكونوا مشمولين بهيدا الحق وعم نشرع لهم بقاءهم وديمومة وجودهم بلبنان بهيدي الطريقة. وبفتكر لهيدا السبب البطرك الماروني رفض هيدي المادة، ولهيدا السبب رئيس الجمهورية تحفظ على هيدي المادة. نحن عم نقوم بدورنا، عم نكمل شغلنا مثل ما نحن وعدنا فيه اللبنانيين، وعم نوقف الضرر من اليوم. إذا في من تعديلات ياخذوا وقتهم عليها، نحن على الأقل منكون وقفنا الضرر من اليوم. الطعن عرضوا النواب، القوات ليه ما شفناه اليوم وقع؟ عفوا مش الطعن، الموازنة، رفضوا الموازنة. ليه ما شفناه وقعوا اليوم على الطعن؟ لا، القوات ما رفضوا الموازنة. لا، ما رفضوا الموازنة. في اعتراضين، في اعتراضين صاروا على الموازنة، هو اعتراضي أنا باسم كتلة نواب الكتائب، واعتراض نائب سيرج تور ساركيسيان يلي كان حاضر بالجلسة. هول الاعتراضين الوحيدين يلي صاروا لقانون الموازنة. هول هن الصوتين ضد الموازنة، الباقي كله صوت مع الموازنة. نواب حزب الله تحفظوا ونحن اعترضنا، هول هن هيك صار التصويت. ونحن أصلا ما سمعنا ولا أي صوت معارض لهذه الموازنة ولا للمادة 49 غير صوتنا. ف...